بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو انا عندي اي مجسم وعايز اصدره للاس اي تي على اساس ان انا اشتغل فيه باي برامج من برامج البيم، فهاجي هنا اقول له اكسبورتو اس اي تي في جيومتري، هلاقي ان هو طالب مني حاجتين. خليني هنا اقول له بدل اوتوماتيك خليها مانوال. طالب مني الجيومتري، تمام، عندي انا الجيومتري اهوت. ولو عندي حاجة تانية مش عايز اصدرها باجي عليه هنا واقول له الحاجة دي اعمل لها اخفاء، شيل من علامة البريفيو. طيب هنا اليونت انا عايزها بالمليمتر، يبقى نسل بس الفايل بوس، فهاجي هنا هقول له فايل بوس، ده عبارة عن انبوت بديله بس فيها المسار اللي هيسيف في الملف دوت. فهقول له براوس، اختار المكان اللي هسيف فيه وليكن مثلا الدوكومنتس، اقول له الملف ده اسمه ايه دوت اس تي ال، الابتداء بتاعه اس تي ال اس اي تي، وهقول له اوبن. خلاص هو كده هيسيف فيه المسار دوت وبالامتداد دوت، بقول له بس ايه رن. خلاص كده العملية اتنفذت، تم تصدير الاس اي تي بنجاح. بعد ما صدرنا الاس اي تي عايز استخدمه في برنامج الريفت، فهدخل هنا في برنامج الريفت هقول له انا عايز اعمل ماس، فهروح هنا للماسنج اند سايت واقول له امبليس ماس واقول له اوكي. هقول له هنا بقى انسرت لينك كاد، اختار ملف اللي هو الاس اي تي ورجن تورش. طيب هو دلوقتي بقى موجود في المكان الفلاني اهوت، بس هي جيومتري كانت صغيرة شوية. طيب عايز اقول له اعمل لي سقف، يعني عايز اقول له اعمل لي حيطة، عايز اعمل يعني اي عنصر. فاقول له مثلا على سبيل المثال اعمل لي ضروف باي فيس، ونختار واحدة صغيرة كده. اوكي علمت دي مثلا ودي، وقلت له ايه كريت روف. طيب اقول له في اتاكد ان الروف ظاهره معايا، الروف هي موجوده، تمام خلاص. طيب دلوقتي لو انا عدلت في الشكل دوت، يعني خلينا نرجع تاني للداينامو واعدل في الشكل، وليكن مثلا هقول له عدل لي عدد سلايد، عدل لي هنا بدل ما دي 10 خليها مثلا 100، ودي 100، ودي 100، ودي 100. فرض ان انت عدلت في الشكل. طيب محتاج انت تصدره تاني، هقول له رن. كده الشكل كبر وصدره، يعني كبر وصدر في نفس الوقت، تمام. فهاجي هنا دلوقتي انا عايز اعدل في الشكل دوت، تمام، فعايز اقول له ايه، هاجي هنا من انسيرت مانج لينك، هختار ملف الكاد واقول له ريلود. اوكي الشكل اتعدل بس لسه ده ما اتعدلش. اعمل ايه بقى عشان يتعدل؟ اروح معلم على الروف واقول له ابديت تو فيس، فهو اوتوماتيك اتعدل على الفيس. يعني اقدر اعمل اي شكل على الداينامو وادخله هنا، وحتى بعد ما بعدل في الشكل دوت في الداينامو اقدر اعمل له ابديت، بحيث ان انا ممكن يكون عندي مثلا برج كامل وكل ما اعدل يتعدل معايا في الريفت اوتوماتيك.